وبجد المخرج العظيم بيقول لي انت معاك شغل كتير يا شيف والوقت بتاعك مش هيكفي. ده الطبيعي، انا مش بطلب من حضرتك تخش المطبخ تعملي الاكل ده كله في تقريبا الوقت مشاف في 45 دقيقه، لا ما اعتقدش يعني لو انت حتى الشيف المغازي. فخلونا مع بعض نشوف ايه التحضير عندنا وايه المزمبلاص. اول حاجه هبدا بيها البلونيز، المكرونه الاسباجيتي مع صوص بلونيز. تاخد وقت شويه لان انا هعصج اللحمه على النار، وانا حبيت ان انا نعصج اللحمه مع حضراتكم علشان فيها تفاصيل. انا كنت ممكن طلعت باللحمه دي مستويه متعصجه وقلت كانت في الثلاجه والسيناريو اللي احنا عارفينه. معايا لحمه مفرومه مع اسباجيتي، بصل وتوم، زعتر، صوص طماطم، معلقه سكر، سر من اسرار تلاشي الحموضه اللي موجوده في الطماطم عشان ناكلها بقلب جامد. لحمه مفرومه، مكرونه اسباجيتي، زعتر وروزماري، بصل وتوم، ما تنسيش كمان معلقه سكر مع صوص الطماطم او معجون الطماطم علشان الحموضه. هي دي المقادير البسيطه السهله. اول حاجه هبدا بيها طريقه عمل البلونيز، ازاي نعمله مع بعض. حل على النار، تقدر تعمليه بزيت زيتون او بزبده. طب ايهما افضل يا شيف والطلاينة عشان نتعلم منهم المكرونه؟ ده احنا نعلم اي حد، المصريين نعملها بزيت الزيتون او بالزبده، ده اختياري حسب ما تتحب، ولكن الافضل طبعا زيت زيتون. بنحمر بصلية صغيرة مع اللحمة المفرومة بالشكل ده كده، وادي اللحم المفروم. الطلاينة بيعملوا البولونيز بنوعين من اللحم، الضاني والبقري مفروم، يعني تقريبا كيلو لحم بقري مفروم مع نص كيلو ضاني. هتقول لي علل ولماذا يا عم الشيف؟ علشان الضاني فيه دسامة شوية وفيه دهون وفيه طعم، ولكن احنا لو عملناه باي نوع لحم كان دوز مفروم عادي مفيش اي مشكله، مش هيقول لا. ولكن طريقه التحمير لازم اللحم ينزل مع البصل قبل الاحمرار ويتحمروا كلهم مع بعض كده علشان كله يبقى مفلفل بالشكل ده كده. مش هننزل بالثوم دلوقتي خالص، من الاخطاء الشائعه اللي بنقع فيها ان احنا بنحمر التومه مع البصله تقوم تدي لون وتمرر لي اللحم المفروم. لا، انا التوم ده هينزل بعد تحمير اللحمه، قبل ما نحط صوص الطماطم على اللحمه المفرومه بثواني. وانا شغال زمانك كده نشتغل في نوع مكرونه تاني اللي هو طبعا ما عارفينه كلنا، اللي هو الفيتوتشيني الفريدو بالفراخ. مقاديره على الشاشه، مكرونه خضراء اللي هي العريضه، ومعانا فراخ متقطعه جاهزه، ومعانا كريمه لباني، ومعانا 1 كوب من الحليب، وبصل، وممكن نحط فلفل الوان حسب الرغبه او مشروب. ده معانا وده معانا. وادي اللحم المفروم، نبص عليه كده مستر فاروق مخرجنا الجميل، شوف اللحمه اهي مفلفله زي الفل. ده مستر بلونيز اهو، حلو قوي يا عم الشيف. هتعمل ايه بعد كده؟ الطريقه بتاعتي اللي انا بحبها بقى، خلونا مع بعض. ايه قواعد عمل بلونيز؟ هننزل بالطماطم ومعلقه السكر ونسيبه يتسبك على النار. نقدر ندخله في كانولي ماشي، في لازانيا ماشي، حشوات مختلفة ماشي حسب الرغبة، نعمله مكرونة بالبشاميل ماشي، ولكن لما أعملها مع الاسباجيتي هتبقى الطريقة مختلفة شوية. طريقة سهلة الأطفال بيحبوها، اللي هي تسوية المكرونة جوه الصوص نفسه. بس خلينا نحط شوية إيه، روزماري كده أهو. تسوية المكرونة عينية زي الفل أهو. بتعمل إيه يا عم الشيف؟ أدي الروزماري التحميرة الحلوة دي كده، توابلك هنا ملح وفلفل وبس. حلوة، ملح وفلفل وبس. اللهم صل على النبي، ما نكترش بهارات كتير، طالما حطينا زعتر او روزماري خلاص. ممكن نحط فلفل ابيض، انا مش بحبه، انت حسب الرغبة يعني. معرفش ليه الفلفل الابيض ما بستطعموش في الباستا بالذات. زي الفل كده، ولكن احنا ممكن نستخدمه عادي. صوص الطماطم عندنا جاهز زي الفل. حلو قوي. ايه التركايه بتاعت الشيف المغازي بقى؟ المكرونه هتستوي مع الصوص ده. المكرونه بتاعتنا هتستوي مع الصوص ده بالشكل ده كده، وخلصنا من طبق البلونيز اهو. اسباجيتي اهي زي ما هي كده اهي، هتنزل لنا كده، والاطفال بيحبوها دايما المكرونه بتبقى سليمه بالشكل ده كده. بس واسيبها تستوي دلوقتي حالا. هتستوي ازاي وهي بره الحله يا عم الشيف؟ مخرجنا بيسال. ما احنا هنا حطيناها والصوص بيغلي، كل ما يغلي احنا بنعملها كده اهو. اهي ساحر الشيف اهو 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 اهو، هتلاقيها كلها نزلت في الحله دلوقتي وانت معايا على الشاشه ان شاء الله اهو زي الفل. شايفين المكرونه قدامي اهيت؟ ببدا ان انا اقلبها كده اهي اهي
خلاص تخش كده بدأت تنزل كل ما تغلي كل ما ايه تنسجم مع بعض. الصوص ده هينشف ناشف بقى تزوديها ميه بتغلي ميه بتغلي معانا زي الفل. ممكن الميه دي شوربه فراخ، ممكن تكون شوربه لحمه، ممكن يكون فيجيتيريان كرفس مع بصل وجزر بيغلى على النار بالشكل ده كده. المكرونه بنروح بعد الفنادق بنلاقي مثلا في وجبه الغداء او وجبه العشاء شو لعمل المكرونه بيتعمل قدامك. بيبقى المكرونه في ميه بتغلي دايما وانواع من المكرونه، يقول لك مكرونه بالطماطم ولا بالوايت صوص ولا بالريد صوص ولا عايزاها بالجمبري، وفي بلاش بالجمبري ما حدش بيعملها بالجمبري في الاوبن بوفيه، بيعملوها بالطماطم وبالوايت صوص وبالجبنه، جبنه زياده جبنه زي ما احنا عايزين. مكرونه بتتسلق اهيت بالشكل ده كده، كل ما تتسلق طبعا كل ما تبقى لطيفه وجميله. دي مدرسه. المدرسه الثانيه ايه؟ ان المكرونه تتسلق وتحط عليها اللحمه. انا بحب المكرونه تستوي جوه الصوص والسباكيتي بتاعتي خلصت مع البولونيز زي الفل جاهزه اللهم صل على النبي. مين يا فندم؟ اي مقادير يا غالي؟ انا نوع من المكرونه؟ المكرونه البولونيز. البولونيز لحم مفروم حلو قوي، بصل وتوم، بصل وتوم حلو، وطبعا بنحمر البصل مع اللحم المفروم وبننزل بالتوم بعد احمرار اللحم المقادير على الشاشه، ومعانا مكرونه سباكيتي ومعانا طماطم وزعتر وشويه روزماري، وما تنسيش معلقه سكر مهمه جدا مع صوص الطماطم ده يا عم الشيف علشان الحموضه. المكرونه بالشكل ده انا بحبها جدا على فكره، انا عاشق للمكرونه بالطعم ده. ليه يا عم الشيف؟ عشان المكرونه واخده من طعم الصوص. اما بعض المدارس بتعمل ايه؟ بتسلق المكرونه وبعد المكرونه ما تتسلق يا عم الشيف تصفيها وتغسلها تحت الحنفيه وبعد كده تحطها مع الصوص. دي من الاخطاء الشائعه اللي بنقع فيها، خلي بالك. هاخد المكرونه دي اغرفها هنا كده. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي، الله اهي الله، ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ في بعض المطاعم بنلاقي بقى على التيبل حاطين نوع من انواع الجبن، ممكن يكون بارميزان، ممكن يكون موزاريلا، حاطين زعتر زي ما احنا حابين، مفيش اي مشكله، اختياري يعني. احنا معانا جبنه بارميزان بس ما هياش بارميزان للامانه. الجبنه البارميزان ممكن تلاقيها غاليه وممكن دي بتيجي مستورده. لازم نقول الحقيقه. المصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري. اللي معايا دي جبنه رومي. جبنه رومي معتقه جبتها من البقال اللي على الشارع، وجبت حته سليمه يا عم الشيف وبشرتها، اللهم صل على النبي. تقول لي ايطاليا؟ المصري رقم واحد. حلوه قوي. دي مكرونه كده جاهزه زي الفل بألف انا وشيف. دي مكرونه اسمها اسباكيتي مع البولونيز صوص والتقديم جبنه بارميجان حسب الرغبه، ممكن تكون موزاريلا ممكن تكون بارميجان. نخش على اللي بعده، المكرونه الفريدو. قولوا معايا انتوا بقى سامعين طبعا، هو ده مطبخنا يومي الخميس والجمعه، رؤيه فن ابداع بنشوفه منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.
We'll be right back.